موعد من خلال هذا اللقاء لمشاهدة مباراة جميلة، مباراة ممتعة كمباريات هذه الجولة. الكثير من مباريات هذه الجولة شهدت متعة، شهدت إثارة، وشهدت الكثير من الأهداف. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، يعلن الحكم أحمد كاظم عن بداية هذا اللقاء، لقاء فريق النفط الوسط وفريق الطلبة. تحدث عن أهداف الرسلان في مرمى الطلبة. محمد رضا تسديدة أولى لكن لا على التعيين، الثواني القليلة الماضية أيضا تسديدة، محاولة محمد جواد يلعب. علي كاظم يوجه اللاعبين، يوجه زملاء من أجل إبعاد خطورة هذه الكرة. ضرغام كرة عالية داخل منطقة الجزاء، رأسية من كامارا لكن الرأسية تذهب إلى الخارج. يحاول تمريرة الآن خطرة، الطلبة مؤمل، يا سلام. مباراة الفوز بهدفين مقابل لا شيء، محاولة مؤمل أيضا، هذه فرصة سانحة، فرصة مثالية. الطلبة مسيطر، الطلبة أفضل إلى ضرغام، ضرغام يا الله يا الله على تسديدة ضرغام. مرتضى علي، مرتضى، الطلبة مرتضى لكن تسديدة. ضغط من مصطفى خضر، برافو خضر، يمر يتقدم وركلة جزاء. هذه الحالة أتت بقرار من الحكم أحمد كاظم باحتساب ركلة الجزاء. الثواني الأخيرة شاهد عبد الغني شاهد يناظر الساعة لكن الثواني الأخيرة أتت. جواد وعلي كاظم في آخر كرات الشوط الأول، الطلبة هل ينجح؟ الطلبة جول، هدف أول في هذا اللقاء لمصلحة فريق الطلبة، وعن طريق ركلة جزاء نفذها محمد جواد. محمد جواد ينهي الشوط الأول بشكل رائع لفريق الطلبة ولجماهير الأنيق بفرحة كروية من خلال تنفيذ لركلة جزاء ناجحة في مرمى الحارس علي كاظم. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، عاد جماهير الأنيق. رسلان كرة عالية، سانتوس الرأسية ناحية ناصر، محمدو جول أول، هدف التعادل لمصلحة فريق نفط الوسط بتسديدة ناصر محمدو، وأتى الخطأ من المدافع وهدف عكسي لمصلحة فريق نفط الوسط. هدف بأول كرة خطرة في الشوط الثاني لمصلحة فريق نفط الوسط. كما ذكرت إذا ظهر ناصر محمدو أو يحاول أن يجد ثغرة بدفاع فريق نفط الوسط. الله 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 الله، علي فائز تسديدة بعيدة، تسديدة قوية، محافظة على النتيجة وخطف نقطة. هنا المحاولة خطرة مرت مرور الكرام من الخطأ. علي فائز تسديدها ايضا كانت قريبة، كانت سعدون يتذكر ايام الزمن الجميل، الايام الماضية. هنا المحاولة ابعاد خطرة، الطلبة خطرة لكن الكرة قد بدل الضائع. خضر علي، سامسون تبعد برأسية. واذا احبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، تستمر عقدة فريق نفط الوسط على فريق الطلبة، والطلبة لا يحقق انتصار على فريق نفط الوسط من خلال هذا اللقاء والمواجهات الماضية ما بين الفريقين.